أعزائي متابعي قناة الـ HBC في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد ببرنامج نجوم الملاعب. النهاردة كالعادة أنا قلت أن عندي مفاجأة ونوهت عنها بس ما قلتش هي إيه. عندي لقاء مع نجوم صنعوا كذا بطولة في الفترة الأخيرة، حابة أتكلم عن الشغل الأكاديمي بتاعهم. هيكون لي لقاء معاهم بالتفصيل، هنعرف هدخل في اللقاء على طول عشان ما يكونش فيه تشويق أكتر من كده. النهاردة اللقاء هيكون مع نجوم 2013 بأكاديمية سفينكس. ضيفي العزيز الأول كابتن عبد الرحمن مانو، مدرب أكاديمية سفينكس لفريق 2013، كما معايا أيضا في ضيافتي كابتن أحمد عبد الرحمن، إداري فريق 2013 بأكاديمية سفينكس، وأيضا جد ولي أمر اللاعب أحمد صالح واللي هنتكلم برضو شوية عنه. وهيكون في ضيافتي أيضا اللاعب يحيى شعبان كابتن فريق 2013 بأكاديمية سفينكس. أهلا بيكم، منوريني. ندخل سريعا كده بقى. كابتن عبد الرحمن، قولي حضرتك بتعد اللعيبه نفسيا وبدنيا ازاي؟ يعني انا قدامي في السي في ان في كذا بطوله جت ل 2013 مهمين جدا، يعني مثلا كانوا مركز اول رويال في بطوله العالمين الوديه الدوليه، كانت مركز ثاني اللي هي مؤخرا، وعملوا ماشيين بخطوات حلوه. كلمني انت بتعدهم ازاي بدنيا ونفسيا؟ نتكلم بدنيا الاول. بدنيا ما ينفعش طبعا، بدنيا طبعا كدرجه اولى ولا براعم؟ يعني خلينا في فريق 2013. في 2013 طبعا بدنيا، وفي 2013 في البراعم بالذات ما ينفعش بدنيا مره واحده معاهم، صح؟ عشان لسه قوه العضل لسه بتتكون، صح؟ فبنمشي بدنيا معاهم بالكوره، يعني نحط بدني مع الكوره ستيب باي ستيب كده، عشان نقدر نديهم بدنيا في الملعب نفس والكلام ده في الملعب وكده. كنفسيا احنا طبعا بنصاحب الاطفال اللي معايا كلهم، فبنتكلم مع بعضينا وقبل الماتش بنتكلم، عشان كده روحنا حلوه وواحده ان شاء الله. طيب قول لي بتعدهم ازاي قبل البطولات المهمه اللي هي مثلا زي قبل المركز الاول او مركز ثاني، بتبث فيهم ان يكون في ما بينهم تعاون كده ان هم يطلعوا بافضل صوره ممكنه؟ لا، هم اصلا هم روح مع بعضيهم. حتى حاطط حد زي يحيى كابتن الفريق، هنتكلم معاه كتير دلوقتي، حطوا معاهم يعني يتكلم معاهم على طول. ما ينفعش يكون مثلا حد يشد مع حد في الملعب، يكون دايما معاهم بيتكلم معاهم قبل الملعب، قبل ما نبدا الماتش حتى في الملعب هو الوحيد اللي بيتكلم، مفيش غيرك هو اللي بيتكلم. فعشان كده الحمد لله وصلنا للمكانه دي. تمام. عايزه بقى انتقل لاستاذ احمد عبد الرحمن. انا عايزه اكلم حضرتك بصفتك ان حضرتك عندك جوه اكاديميه سفينكس تو بوزيشن مهمين جدا. اول حاجه ان حضرتك طبعا اداري لفريق 2013، تاني حاجه حضرتك ولي امر اللاعب 2000 احمد صالح، اللي انا جالي في الباك جراوند ان هو بيلعب في 2017 و2015 و2013 ما شاء الله. عايز اعرف هو الاول توظيفه ايه، يعني مركزه في اللعب ايه؟ مهاجم. بيلعب جناح. بيلعب جناح وما شاء الله عليه، هو 7 سنين بس احنا يعني بنأهله دايما مع الفرق الاكبر منه. سنه صغير بس التأهيل دايما 7 سنين. بس هو من بدايه لعبه الكوره اتعلم الكوره معايا انا. كان بيلعب معايا انا، وانا بأهله ده لان طبعا هو والده كان لاعب كوره وانا كنت لاعب كوره، ف بنأمل خير فيه هو. يعني هو انا بس عايزه انوه للساده المشاهدين ان كابتن احمد عبد الرحمن احد الاضلع الاساسيه المؤسسه لمركز شباب المعادي، فعايزه اعرف بقى دور حضرتك في التاهيل، يعني بصفتك ولي امر او جده او ولي امره، بتاهل اللاعب منذ الصغر ازاي؟ وهل حضرتك مع ان اللاعب يكون مثلا من هو صغير ياخد برايفت كتير ولا يكتفي؟ الاول خلينا في الولاد بتوع 2013. هو انا بص الصوره، فريق 2013 اهو معانا على الهواء. هو احمد تاني واحد في اللي قاعدين. تمام. احمد اللي هو الصغير ده تاني واحد في اللي قاعدين. تمام. فخلينا الاول في تاهيل الولاد بتوع 2013 دول. عايز اقول لحضرتك احنا في الادوار التمهيديه اللي سافرنا قعدنا اسبوع الاول، كنت انا والكابتن مانو، الولاد دول انا بقيت ابث فيهم روح البطوله. طبعا عشناهم جو معسكرات اللي هم بيشوفوه في التلفزيون مع المنتخبات والفرق الكبيره، الحماسيه. ايوه طبعا. هتناموا بدري عشان هتقوموا الصبح تنزلوا البسين تفكوا عضلات، وبعد كده عندكم تمرينه صغيره عشان عندكم ماتش بالليل بعد الساعه 8 او الساعه 9. تمام. وطبعا انتوا ابطال، وانتوا 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 الولاد بقيت ابث فيهم روح البطوله دايما. احنا رايحين ناخد بطوله. ان احنا رايحين، احنا جايين ناخد البطوله، احنا مش جايين نهزر. فالساعه 11 نوم الولاد يناموا،
بنصحهم الصبح الساعه مثلا 7 انزل البسين فك عضلات، ينزلوا البسين نص ساعه، الكابتن مانا ياخدهم بقى ايه يحفزهم، يحفظهم الخطه اللي هيلعبوا بقى بالليل، الولاد حافظوا. طب تعالوا يلا ناموا يناموا. بصي كنا معايشينهم جو بطولات مفيش كلام. طب حضرتك بيكون في صفه مثلا حته الثواب والعقاب للعيبه في حاله عدم الالتزام؟ طبعا طبعا. بتعمل ايه حضرتك؟ يعني على سبيل المثال مثلا نيجي مره هننزل بسين يا اولاد نص ساعه وهتطلع استشفى مثلا، استشفى الصبح نفك عضلات، هننزل بسين نص ساعه وهتطلع، يجي واحد فيهم متاخر شويه، ده طبعا عقابه عسير. عقابه عسير ان احنا لو نزلنا بعد الظهر انت مش هتنزل، بيكون في التزام. تقعد في الاوضه. يحيى ده مش نازل، يحيى بينفذ تعليمات صارمه طبعا. لا انا رايحه له دلوقتي. اساسا اساسا منظومه سفنكس منظومه محترفه فعلا، محترفه جدا، بيتعاملوا مع الولاد دول على انهم نادي مش اكاديميه. طبعا احنا عارفين نظام الاكاديميه دايما بيبقى ايه، استثمار، انا جايب العيل باصي وزجزاج وقمعين ويجري وبتاع وخلاص عشان اخد منه فلوس. لا، الناس دي بتتعامل في سفنكس، احنا بنتعامل مع الولاد دي على اننا في نادي مش في اكاديميه. لا، الولد ده جاي هنا مش يتعلم كوره، لا انت هتتعلم كوره ومش هتخرج من هنا لما تروح على مكان كويس تلعب فيه. واحنا مش عايزين منك حاجه خالص غير ان انت بعد كده تبقى كويس. تمام، انا هرجع لحضرتك تاني بس عايز انتقل بقى لكابتن فريق 2013 باكاديميه سفنكس يحيى شعبان. ازيك يا بطل؟ الاول مبروك على ان انتوا خدتوا المركز الثاني في بطوله العالمين للوديه الدوليه، وقبليها كان بطوله رويال. قولي كده بصفتك بقى كابتن فريق 2013، بتشجع التيم بتاعك ازاي قبل اي بطوله او قبل اي مباراه مهمه؟ بحمسهم قبل الماتش حتى لو خسرنا او كسبانين. امسك المايك. يلا قول تاني. بحمسهم قبل الماتش حتى لو كسبانين او خسرانين. احنا كسبانين خلاص، خلاص هنكسب. فاهمه كمل. طب في حاله مثلا ان انتوا مثلا لا قدر الله في خساره مش كسبانين، بتقول لهم ايه؟ شدوا حيلكم مثلا ولا بتقول لهم ايه؟ ايوه بقول لهم شدوا حيلكم، هنكسب اللي جاي، هنعوض. ابعدوا شويه عنك. طيب قولي لما بتكسبوا بطوله بقى بتعملوا ايه؟ بنحتفلوا ازاي بقى؟ بتبقوا بتفرحوا وبتقعدوا كذا يوم ولا بتبقوا مثلا تاني يوم بتستعدوا للتدريبات للبطوله الجديده؟ لا، تاني يوم نستعد برضو نكسب الماتش اللي جاي. كده. قولي انت مركزك في اللعب ايه؟ نص ملعب. علي الصك شوية. نص ملعب. مركزك في اللعب نص ملعب. مين اللي وظفك ان انت تبقى نص ملعب؟ كابتن عبد الرحمن قالك انت بتدي كويس. طيب شايف مين مثلك الاعلى في مركز النص الملعب ده؟ يعني مين في مصر نفسك تبقى زيه كده في الاهلي مثلا، في الزمالك؟ امام عاشور. اجابتك ذكيه والله. اجابتك ذكيه والله يا يحيى. طيب وعالميا بقى متابع ولا مش قوي؟ لا متابع بس مش قوي يعني. يعني مين مثلك الاعلى مثلا من بره في عالميا بره مصر؟ محمد صلاح. برافو عليك. طيب كابتن عبد الرحمن كنت عايزه انتقل لحضرتك برضو سريعا، هل في بطولات قادمه بالنسبه لفريق 2013 مع سفنكس؟ كتير. ايه اللي بنستعد ليه ان شاء الله؟ ان شاء الله بطوله الاهلي. بطوله الاهلي؟ ايوه. هتكون امتى وايه الاستعدادات ليها؟ هتبدا ان شاء الله في اواخر 9 وبعد 10 ان شاء الله. اواخر 9 او في 10. حضرتك اخذت خطوات جديده مثلا في تنظيم الفريق ولا هيبقى بنفس الهيكل بتاعه؟ طبعا لازم يعني اي بطوله تكون متقدمه يعني قربت علينا. أيوة. فلازم اخد الفرقه كلها. تمام. بيبقى معايا مكون 20 عيل 25 عيل. فبحاول اطلع منهم الكويس يوم عشان ان شاء الله راح اخد مركز هناك. طيب ايه اللي بتشتغل عليه؟ يعني مثلا بتواجه صعوبات مثلا ايه المركز اللي بيكون عزيز وحضرتك بتشكل الباك رايت الباك ليفت؟ المركز اللي بتحس ان هو يعني التيم كويس بس ناقصه ده؟ لا انا عندي التيم كله على اعلى مستوى في جميع المراكز. بتوظفوهم صح بدنيا بقى؟ اكيد. بتشتغلوا عليهم؟ اكيد. طيب استاذ كابتن احمد عبد الرحمن قول لي، احنا قبل اي بطوله مهمه بيكون ليها استعدادات خاصه، حضرتك بتتعامل ازاي مع التيم بتاعك قبل البطوله؟ اقول لحضرتك حاجه، احنا دايما الولاد اللي احنا متواصلين فيهم خير، احنا طبعا عندنا الف وب وج. تمام. فالولاد احنا بقول زي ما قلت لحضرتك قبل كده، احنا ما بنتعاملش معاهم الا في اكاديميه، بنتعامل معاهم على انهم في نادي. اللي في جيم بقى مستوى كويس بنصعده البيه، وفي بيت مستوى كويس نصعده الالف، واللي مستواه هبط في الف بننزله. فدايما تلاقي الولاد جاهزين، وعندنا فعلا اكتر من فرقه في سفنكس، احنا مسمينهم جيل الموهوبين. عندنا في سفنكس كذا كذا مجموعه 2013 و2015 احنا مسمينهم فريق الموهوبين. دول
في مركز طيب معين حضرتك بتحس ان هو بصفه عامه في مصر يعني مش حتى مش الباك ليفت يعني انا حاسه ان عند حضرتك حته التحليل الرياضي فعايزه استثمر بقى وجودك اللاعب الاعصر دايما هو حاله يعني بيبقى حاله نادره او عزيزه شويه موجودين ايوه عزيزه ايوه يعني بتبقى عزيزه شويه حضرتك آه. شايف اصل في مثلا فاحنا الحمد لله الحمد لله في فريق 2013 ده عندنا اثنين بصراحه يعني ما فيش بعد كده عندنا سيد وعندنا النني مودي ومودي وعندنا مصطفى عندنا بصراحه احنا بنشكرهم وبندعمهم ان هم كانوا ابطال وبيجيبوا لما بيدخلوا بطوله بيعرفوا يجيبوا مراكز سواء اول او تاني انا مش عايز انسى حد فيهم عشان ما يزعلوش مني فسواء اللي هو قاله هو بيتكلم على فريق 2013 كله كابتن كابتن احمد ونرجع بقى مرجعنا انت سالتني سؤال في الاول وانا رحت زيغ منك ورحت للفرقه لا هنرجع له تاني بتاع احمد احمد صالح احمد صالح دوت بقول لحضرتك زي ما بقول لحضرتك كده يعني انا شخصيا كجده انا نفسي اشوف اللي انا ما شفتوش في نفسي او في ابوه فيه فدايما بلعبه مع 2013 هو 2017 بتدعمه ايوه لا بس هو يستاهل يعني كابتن مانو اللي اختاره قال انا عايز الولد دوت مش انا ماليش تاثير ان هو يلعب ايوه 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 خالص حتى انا اكون موجود هو خارج التشكيل عمري طب بتعده ازاي بدنيا في ظل ان هو يكون اصغر شويه يعني احمد حضرتك بتقولي مواليد 2017 فحضرتك بتلعبه معاك في 2015 او 13 يعني بتحاول ازاي تتفادى حته الصغر السن مثلا ان بدنيا هو اقل شويه منهم لانه صغر سن وعلى فكره في عيل تاني 2016 معاه معتز 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 حازم واخد اثنين 2016 معتز واحمد صالح معتز ده برده لاعب خط نص خطير طب قولي بقى بتعمل ايه لا هم اصلا يعني بيتمرنوش معاهم في البدني البدني مع الكره لا ما بيتمرنوش معاهم صح كده بيتمرنوا لوحدهم يوم لما بيجي نجري ولا بنعمل مثلا تسخين هم بياخدوا كوره وبيسخنوا هم عارفين بيسخنوا ازاي هو ده اللي انا بقوله بقى في سفينكس ان بيبقى في شغل اكاديمي ماشي صح منظومه في مستشار فني في مدير فني بالزبط. في اداري في رئيس مجلس اداره بيتابع في جهاز طبي كل حاجه ماشيه صح لا هم عارفين في 2015 اصلا و2016 هم عارفين هم بيشتغلوا ازاي التسخين بتاعهم فبدلوا لهم الكور بتاعتهم بيسخنوا لوحدهم لحد ما ابدا بوزيشن الملعب على التخطيط تمام بينزلوا بقى يشتغلوا معايا تمام بس كده وبعد كده بقى بيخشوا معايا بقى في بيتم الاحتكاك بصوره سريعه طيب ايه افضل المركز انت شايف ان هو ممكن يلعب فيه تاني ولا حضرتك مقتنع بالنسبه لمين لاحمد يعني نص ملعب نص ملعب نص ملعب انا لسه كنت بتكلم مع كابتن مانو وكابتن محمد عيد اللي هو المدرب بتاع الاساسي في 2015 بقول لهم انا نفسي تجربوه في نص الملعب سيبكم بقى من حته المهاجم دي شويه وجربوه في نص الملعب انا شايف ان هو في نص الملعب رجله بتطلع الكوره ولكن وفي حاجه تانية عايز اقول لحضرتك عليها بالنسبه ليحيى عشان يحيى انا شايفه قاعد مخضوض بالنسبه لكباتن الفرق عندنا الكابتن سامح والكابتن محمد عمر والكابتن عواد الشويمي كانوا ضيوف في الحلقه اللي فاتت وابدعوا ناس محترمه جدا بيجمعوا كباتن الفرق دي مش كابتن واحد بقى يعني يحيى وبعدين مودي مثلا في 2013 اثنين من كل فريق حمزه ومثلا فلان في 2015 وهكذا يجيبوا الولاد دول وبيقعدوا يدوهم محاضرات ازاي تكون قائد في الملعب عايز اشوف يعني اشوف هم وصلوا للتفاصيل لحد فين مش ملعب بس وانا بعلم الكوره لا ده انا بعلمه ازاي يكون قائد ايوه ازاي انت بتقف في الملعب تعمل تقول تنبه الباك رايت روح هنا غطي يا فلان هات القريبه هات البعيد لا بصراحه انا من المكان ده عايز ابعت رساله شكر للناس القائمه على قول نفسي معاهم الناس القائمه على سفنكس طيب انا كنت عايزه اعرف بقى منكم كلكم يعني هعرف من حضرتك وهعرف برده من كابتن احمد قولي كده كابتن عبد الرحمن إيه انا شايفه ان بصراحه كابتن سامح عامل منظومه محترمه وشغل محترم ودعم محترم للاكاديميه اي تو زد كلمني عن الدعم بيدعمكم ازاي وانت بتستقبل الدعم دوت او التوجيهات ازاي لا هو كل فتره بيعمل لنا اجتماع كل شهر اجتماع اللي عنده مثلا حاجه يقولها في حاجات جديده في الملعب عايزينها يعني ادوات كور واي حاجه في الملعب اي حاجه تكون تخصنا احنا في الملعب فعلى طول دريك بيجيبها لنا ما بيأثرش معانا في اي حاجه انا كان معايا لقاء امس مع المستشار عيد منظم بطوله العالمين الدوليه قال لي ان سفنكس 2013 ابدعت حرفيا يعني هو بيكلمني بيقول لي قال ابدعت كانت بتوفر لها كل الدعم من قبل كابتن سامح كانوا بيشتغلوا شغل رياضه صح طب اقول لك حاجه احنا فوجئنا في يوم الكابتن سامح جاي وكان عندنا ماتش تقريبا مع اسوان او حاجه كده تالنت فوجئنا بالكابتن سامح جاي وجاي وهو الكابتن محمد عمر
وكابتن عمر بوسكا تقريبا ومحمود غريب، ناس من الاكاديميه يعني مدربين. جم اول حاجه عملها بصينا لقينا الراجل جاي اكنه رايح يزور مثلا ولاده. فعلا بجد جايب حاجات كتير جدا شلناها في الثلاجات، وراح واخد الولاد بقى بعد الماتش. الولاد كسبوا، كانوا عاملين ماتش حلو جدا في اليوم دوت، كسبوا ماتشين ورا بعض، راح واخدهم وخرج بره القريه. قال لهم حققوا احلامكم، اللي نفسه في حاجه يعملها. بصي اب الاولاد دي كلها. وهناك كمان حصلت مكافاه للاولاد عشان لعبوا بطريقه كويسه. ايوه. والبوزيشن بتاع الملعب بتاعهم كان كويس، فلما صعدنا يعني كابتن عيد مستشار عيد عمل لهم مكافاه اللي هم يكملوا البطوله بتاعت 2011 في السن الاكبر. في السن الأكبر. زائد ان في برضه حضرتك لفت نظري لحاجه حابه انوه ليها الساده المشاهدين، ان كابتن سامح فتحي عمل حاجه محترمه جدا. عمل ايه؟ كرم، عمل حفله تكريم كبيره جدا جدا للاكاديميه والفريق 2013 وممر شرفي. ممر شرفي حاجه محترمه يعني. انت شغل بتفكرينا والله احنا لا لا انا ما بنساش يعني الشغل المحترم بيعبر دايما عن نفسه كابتن. جدا الشغل المحترم بيعبر. احنا فوجئنا بده. اول تمرين للولاد لقينا في ممر شرفي معمول، وبعدين انا جايب احمد وجاي لسه الملعب متاخر. انت فين؟ انا جاي. انت فين؟ انا جاي. واقف موقف الولاد مستني اي اصغر لاعب في الفرقه عشان يجي يخش معاهم. ودخلنا كلنا احنا، انا وكابتن مانو وكابتن محمد عمر، لان في الادوار النهائيه كابتن محمد عمر كان موجود معانا بقى يعني على اساس ايه تمام خلاص ودخلنا فوجئنا بممر شرفي اولاء الامور واقفين يزغرطوا. عملوا للولاد حق للولاد انا شفت حفلة جميلة. الاحتفال حاجه عظيمه، حفله جميله جدا، حاجه عظيمه تدي دعم نفسي للاعبين، تخليهم ان هم يحسوا قد ايه انا مستعد للي جاي، اللي هو الخطوه اللي جايه ايه يا كابتن. هم الولاد بقى بيفكروا دلوقتي بيقولوا دوره الاهلي احنا لازم ناخد فيها مركز عشان يتعمل لنا اللي اتعمل في دوره العالميه. طيب قول لي يا بطل بقى، مستعد للبطوله بتاعه الاهلي دوره الاهلي؟ قول لي مستعد ازاي بقى؟ بتنام كويس؟ بتاكل كويس؟ قول لي. اما الساعه 12 وبس 12 برضو. تمام. وبتسمع التعليمات بتاعه الكابتن بتاعك؟ طيب قولي انت نفسك كده بقى لما تكبر او يعني شويه كده لما تشد شويه بعد التعليمات وتنفيذ التعليمات وكم بطوله كده مع سفينكس، نفسك تشوف نفسك بتلعب فين في مصر؟ مصر؟ الاهلي. الاهلي. وانت اهلاوي صح كده؟ نفسك تبقى بتلعب في الاهلي، تبقى زي امام عاشور كده يعني. طيب ربنا يوفقك يا حبيبي يا رب. قول لي يا كابتن، ان شاء الله باذن الله المقرر ان في بطولات شتويه غير اللي حضرتك قلت عليها؟ اكيد. تم الاعلان عنها ولا لسه؟ لا لسه. لسه لم يتم الاعلان عنها؟ لسه. طيب عايز اعرف من حضرتك برضو حاجات شويه كده يا كابتن احمد. قول لي احنا قبل اي بطوله بيكون في تعليمات معينه. او اي لاي تمرينه مهمه بتكون في تعليمات معينه. بالظبط. اكيد بيكون في عراقيل. بيتم مثلا تخطي العراقيل دي، ايه الخطوه اللي في فريق 2013 بالتحديد في سفنكس حضرتك حسيت ان تم الشغل فيها وتخطيها عملت فارق بعد كده مستوى اللاعبين مثلا على صنعوا فارق، صنعوا بطوله بعد تعليمات وتوجيهات من عقبه معينه؟ الكابتن مانو من 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 المدربين اللي انا شخصيا بتنبأ لهم بمستقبل كويس يعني. شهاده على الهوا يا كابتن. لا بيشتغل مع الولاد نفسي قبل ما يشتغل معاهم بدني او فني. ده صح فعلا. وبعدين هقول لك حضرتك حاجه، ده في مدير فني للاكاديميه ومستشار ورئيس مجلس اداره عاملين زي النحله في الملعب. ولو لاحظوا ان مانو مثلا شويه تبص تلاقي محمد عمر فوق دماغه، يا مانو انت في كذا، في كابتن عواد جاي من ناحيه دي، الكابتن سامع جاي من ناحية. لا لا لا, لا. الرولز الكل بيلتزم بيها. فعلا فعلا. لا منظومه ناجحه. انا منظومه محترفه ناجحه جدا 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 وربنا يوفقها. تمام. قول لي بقى، قول لي يا كابتن عبد الرحمن، في حاله ان مثلا قلت التعليمات بتاعتك ولقيت ان اللاعبين مش ملتزمين بيها، بتتبع سياسه السبب والعقاب من اول مره ولا من ثاني مره، ولا بترجع مثلا للمستشار الفني، او بتعمل ايه؟ في الملعب ولا بره الملعب؟ لا يعني عطيت له رولز معينه، مثلا اعمل مثلا يا يحيى كذا 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 جمل يعني. ننفذ تعليم اول تعليم او اول حاجه قلتها، تاني حاجه لا، تالت حاجه تخزل فيها. لا انا لما باجي مثلا بعمل جمله ولا حاجه فبستنى ماتش قريب فبجرب يعني بجرب عليها. مثلا يحيى او الناس الشباب اللي معايا نعمل 1 2 3 في الماتش، ما نفذوهاش بقول لهم مره واثنين وثلاثه في التمرين لحد ما ينفذوها ويجربوها في ماتش تاني. ممكن اعمل ماتش مع فرقه معايا 2013 بيها او جيم. ف التنفيذ بي يعني متكامل مع بعض.
تمام. طيب انا كنت عايزه برضو اعرف حاجه من كابتن احمد، في حاله ان يجي لحضرتك مثلا عرض للاعب من نادي درجه اولى او درجه ثانيه ايا كان، حضرتك بيتم التعامل من قبل الاكاديميه ومن بصفه حضرتك اداري بيتم التعامل ازاي؟ الاكاديميه ما بتسيبش العيل لحد ما يمضي، واقول لحضرتك مفاجاه بدون اي مقابل، ولا بيبقى في دماغهم عموله ولا الكلام ده كله. كابتن عواد وكابتن محمد عمر قالوا على نفس الكلام خالص في دي الحلقه اللي بس هم كل اللي يهمهم ان مصلحه العيلة. ولد زي يحيى مثلا جاله عرض من اي نادي، لا احنا مرحبين. احنا واحنا في العالمين على فكره في نادي فاركو جه اتكلم على كذا عيل من اللعيبه اللي معانا، رحبنا جدا وقلنا لهم بس التعامل هيكون من خلال كابتن سامح فتحي رئيس مجلس اداره الاكاديميه. هم خيالهم سرح ان احنا بنتكلم على حاجه يعني زي ما هم ما بيحصل في اي مكان. ايوه فاهمه قصدي حضرتك. قلت لهم لا ما تشغلوش دماغكم بالموضوع ده خالص، احنا عندنا مصلحه العيل فوق كل شيء. ما بنفكرش في اي حاجه غير مصلحه الولد ده انه يروح مكان كويس. تمت عروض قبل كده يعني واتخذت فيها الخطوات دي مثلا من قبل كام لاعب مثلا؟ في عندنا ولد راح الزمالك ومضى فعلا، وفي عندنا ولد ثاني راح طلع الجيش. طب بتأهلوه ازاي نفسيا لخطوه كبيره زي دي؟ يعني خطوه زي دي مثلا ان لاعب يلاقي نفسه فجاه نام صحه بقى في الاهلي في الزمالك. هو طبعا الموضوع بياخد له اسبوع او اسبوعين، في خلال الاسبوع او الاثنين دول احنا بنكون مأهلين الولد ده. يا حبيبي انت خلاص طلعت من حياه الاكاديميات لحياه الانديه، اللي انت كنت بتشوفه هنا ده حاجه وهتروح لمكان ثاني حاجه ثانيه خالص، هتشق طريقك بقى وبعد كده هتبقى ايه يعني نجم. هو عامة ما بيبقاش فيه خوف عشان احنا بنتعامل زي نادي، احنا بنتعامل مع انا لسه كأنادي. كنت هسألك يا كابتن عبد الرحمن السؤال ده، انا حاسه ان المنظومه بتاعت سفينكس، وده انا وهت عليه في الحلقه اللي قبل كده، ان بيتم التعامل الموضوع كانه نادي مش اكاديميه. فانتوا بتتعاملوا ازاي؟ يعني مثلا في حد جه نفسيا بقى قال لك خلاص يا كابتن انا اخر يوم ليا النهارده وبكره رايح الزمالك، تمام، بتأهله ازاي نفسيا لخطوه زي ديت بصفه حضرتك ان المدرب بتاعه؟ لا اول حاجه احنا يعني بنرحب بيه، يعني بنعمل له حفله صغيره انا والاولاد، تمام، عشان بس يكون ماشي مبسوط وانا رايح مكان كويس بتمهدوا له نفسيا. فبيخلص هناك التمرين وبيجي بيجي يقعد معانا شويه بيصاحب ال ما بيسيبش اصحابه. ايوه عامه ما بيسيبش اصحابه، يعني بيروح تمام. التمرين بتاعه يوم اجازته في تمرين عندنا بيجي يقعد مع اصحابه بس، ممكن ينزل يتمرن معاهم كمان عادي. تمام. انا عايزه بقى قبل ما اختم يا يحيى، انت يحيى شعبان كابتن 2013 لاكاديميه سفينكس، في بطولات جايه ولسه الكابتن بتاعك قايل لي كابتن عبد الرحمن قال لي ان في اكاديميه بطوله الاهلي صح كده؟ قول لي بقى، عايزاك توعد الساده المشاهدين وتوعد زمايلك وتحمسهم على الهوا، قول لهم ان احنا لازم ناخد فيها مركز اول. يلا قول لي ان شاء الله هنكسب. ايوه وهناخد مركز اول. ده وعد هتشتغل عليه انت والتيم بتاعك، وعد قدام كل اللي بيتابعونا سواء كانوا من متابعين سفينكس او متابعين البروجرام ان انتوا هتكسبوا. طيب انا هوعدك وعد على الهوا، لو انتوا كسبتوا اخدتوا المركز اللي انت وعدت بيه انا هقص الحته بتاعتك ديت وهنزلك وهيكون ليك تكريم خاص من البرنامج انت والتيم بتاعك كله طبعا والجهاز كله. اتفقنا؟ اتفقنا. بس كده انا كنت بس انتم منوريني ومشرفيني. في اي حاجه حضرتك حابب تتكلم فيها قبل الختام؟ لا خالص خالص. في اي حاجه انت ما خليتيش حاجه، ربنا يخلي حضرتك. في اي حاجه يا كابتن احمد حضرتك حابب تنوه عنها قبل ما نختم؟ لا تسلم. شكرا. ان شاء الله باذن الله يكون لينا لقاء بعد بطوله الاهلي ونتكلم فيه عن كل حاجه بالخطوات الثابته بقى ان شاء الله. واحنا ابطالها باذن الله، مش في 2013 بس، هيكون 15 و13 و16 ان شاء الله. بشكركم جدا. الى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج نجوم الملاعب، إلى أن نلتقي وحلقة جديدة الأسبوع القادم، لكم مني أرق التحيات.